ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وفقرة متميزة جدا بتناقش موضوع مهم جدا وحيوي بتعالج المشاكل الأسرية اللي بتقابلنا في عند بعض الآباء والأمهات، وهي مشكلة قضية الطلاق والخلع في القانون المصري. هنتحدث ده بأكتر وباستفاضة مع متخصصين، ومعانا متخصص المستشار القانوني أستاذ كريم عبد العزيز، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب، والمستشار القانوني للحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي بمحافظة المنيا، والمستشار القانوني لجريدة صدى الصعيد، والمستشار بالتحكيم الدولي. أهلا بحضرتك، نورتنا في مفاتيح السعادة. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. الله اهلا يخليك. بيك. طبعا في البدايه يعني عايزين نتكلم عن نفرق كده في الاول بين الطلاق وبين الخلع. هو حضرتك بدايه عشان نكون متماشيين مع اسم البرنامج الجميل بتاعكم، احب اوجه نصيحه لاي اسره مصريه ان اخر حاجه حفاظا على الوحده الاسريه وحفاظا على الاطفال، يا رب من تكون اخر حاجه نلجأ لها هي الطلاق او الخلع. نتمنى ذلك. طبعا يعني ربنا عز وجل قال ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. صحيح. فحضرتك احنا مضطرين طبعا عشان الواقع العملي فيه وحل للمشاكل الاسريه ومعالجه ليها وعشان برضو الاولاد. هو حضرتك للاسف برضو الواقع العملي لازم هيكون في طلاق او خلع، حالات خيانه، حالات خلاف، فامر مستحكم يعني. فحضرتك احنا هنقول ان الطلاق يختلف عن الخلع في الاسباب. اولا ان الطلاق ليه عده اسباب، يعني مثلا ان الزوج بيتعدى على زوجته بالضرب، او الزوج هاجرها لمده 6 شهور فاكثر، او ان هو مسافر خارج البلاد سنه فاكثر. أما الخلع فهو سببه سبب واحد بس، اللي هو إن الزوجة بتبغض الحياة الزوجية مع زوجها، يعني هي مش عايزة تعيش معاه تاني، خلاص الأمر استحكم إن هي خلاص مش قادرة تعيش معاه تاني. لكن الطلاق للضرر بيبقى له أسبابه وأسباب كتيرة لا حصر لها، منها مثلا برضو عدم الإنفاق، يعني لو الزوج ما بينفقش على زوجته، منها الخصا او الامراض الجنسيه او خلافه، وكل دي بتكون اسباب للطلاق للضرر. الحقوق بقى بتختلف في الطلاق للضرر عنها في الخلع. المطلقه بتستحق نفقه عدتها، وبتستحق نفقه المتعه، وبتستحق مؤخر الصداقه. نفقه العده دي حضرتك بتقدر ب3 شهور من النفقه اللي هي بتتحكم للزوجه بها نفسها، تقدر ب3 شهور. دي نفقه العده. نفقه المتعه اقل مده ليها 24 شهر، بالاضافه لمؤخر الصداق اللي هو منصوص عليه في عقد الزواج، وده طبعا بتبقى الزوجه عارفاه عشان بيبقى مكتوب في قسيمه الزواج نفسها. بالنسبه للخلع بتتنازل الزوجه عن نفقه عدتها، نفقه المتعه، ومؤخر الصداق. لان الخلع ده بارادتها هي. تمام. فهي بتروح اول جلسه حضرتك وبتتنازل عن ال3 حاجات دول، المؤخر ونفقه العده ونفقه المتعه لازم. طيب عايزين نعرف يعني لو في ناس من المطلقات او حابه انها تعرف ايه هي حقوقها، ايه حقوق المطلقه سواء كان في خلع او في طلاق. هو حضرتك زي ما انا قلت لك كده، المطلقه بتستحصل على مؤخر الصداق المنصوص عليه في قسيمة الجواز، وبتستحصل على نفقة العدة ونفقة المتعة. أما المطلقة خلعا ال3 حاجات دول بتخسرهم. أيوه بتتنازل عنهم. تمام. طيب بالنسبة بقى لقائمة المنقولات في الحالتين، إيه بقى اللي بيتم سواء في الخلع أو في الطلاق؟ والله حضرتك قائمة المنقولات دي عاملة زي عقد الأمانة، شبيهة شوية بإيصال الأمانة. إن الراجل استلم على سبيل الأمانة الحاجات دي ليردها في يوم ما إلى هذا الشخص، بمعنى إن هي بعيدة عن قصة الزواج أو الطلاق، بمعنى إن هي بتستحقها في الحالتين، في حالة الطلاق أو الخلع بتستحق قائمة منقولاتها كاملة، بمعنى إن هي حتى لو مخطوبة وفي قائمة منقولات من حقها إن هي تحركها، لسبب إن ده عقد عامل زي ايصال الامانه بالظبط، ملوش دعوه حضرتك بيرد كما هو او الخلع. تمام. طيب ده بالنسبه للام
المطلقه او اللي خلعت زوجها. طيب بالنسبه للاولاد بقى، يعني هنا في الاولاد هما اللي بيبقوا الضحيه في الاخر للاسف يعني، فاحنا عايزين أكيد نعرف. طبعا اكيد. عايزين نعرف ايه بقى حقوق الاولاد؟ والله حضرتك هو في الحالتين سواء كانت مطلقه خلعا او مطلقه طلاق عادي للضرر يعني، الاطفال بيستحقوا نفقات. النفقات دي طبعا هي عباره عن مأكل وملبس وبدل فرش وغطا وطبعا اجر مسكن ومصاريف تعليم ومصاريف علاج، كل مصاريفهم بتبقى على عاتق الاب. بس طبعا للاسف بتبقى عن طريق دعاوي بتحركها الزوجه، ودي بتاخد وقت شويه في المحاكم، وطريقه تحصيل الفلوس برضو بتاخد وقت شويه في المحاكم. فسواء كانت مطلقه خلعا او طلاق للضرر، في الحالتين الاطفال كده كده ليهم كامل حقوقهم. تمام. طبعا اكيد بيحصل مشاكل، انه ممكن في بعض الاحيان بعض الاباء بيرفضوا ده، يعني ان هو مثلا بيرفض ان هو يصرف على اولاده. اكيد حضرتك بيمتنع، وساعتها بقى في الحاله دي بتضطر الزوجه لانها تحرك محاضر تبديد وخلافه، وبترفع قضايا حبس. ممكن تضطر تحبس الاب عشان خاطر ما سددش النفقات دي او المصاريف المستحقه للاطفال دي. ما الاطفال اصل دي يعني ملائكه الرحمه زي ما بيقولوا، او في منهم حتى الكبير اللي هو غير قادر على الكسب، واجب عليه ان هو يتكلف بمصاريفهم. طبعا 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 يعني. تمام. طب بالنسبه بقى للحضانه بتكون لمين؟ الحضانه حضرتك بمجرد الطلاق بتنتقل للام. تمام. لحد سن 15 سنه. بعد سن 15 سنه يحق للاب تحريك دعوه. وهنا بيتم تاخير الابناء ما بين ان هم يكملوا معيشه مع والدتهم او ان هو تنتقل حضانتهم للاب. من لحد سن 15. ومن 15 ل فيما فوق ده بيكون ايه؟ فيما فوق حضرتك ده بقى ممكن الاب يحرك دعوه ويخير الابناء في المحكمه ما بين ان هم البقاء مع والدتهم او ان هم يروحوا لوالدهم ويقيموا معاه. بس ده طبعا بيبقى موقف حرج جدا في المحكمه، وبيبقى وحش، الى جانب ان الام بعد ما بتنتقل حضانه الاولاد للاب بتفقد اجر الحضانه خلاص كده هي، او بعد سن 15 سنه كده كده بتفقد ان هي ملهاش اجر حضانه اطفال. طيب نتنقل بقى على مسكن الزوجيه، ده بيكون من حق مين؟ من حق الام ولا من حق الاب؟ والله حضرتك هو قبل الطلاق، قبل الطلاق ممكن الزوجه تحصل على قرار بالتمكين وتعيش مع الزوج في نفس مسكن الزوجيه. طبعا هو مفيش طلاق او حاجه. بعد الطلاق ممكن حضرتك برضو تاخد قرار بالتمكين وتعيش هي واولادها في المنزل. ده طبعا بيبقى عن طريق شكوى بتقدمها، وان هي بتثبت ان دي كانت شقه الزوجيه وان دي كانت مقيمه فيها وان هي ملك طلاقها. وممكن تاخدها حضرتك وتعيش فيها هي واولادها. اذا لم يكن يعني مثلا كان هو قاعد في شقه ايجار وسابها او كده، فبيضطر ان هو يدفع اجر مسكن لكل طفل من الاطفال. تمام. طيب ممكن نختم بحاجه كده توضح لنا يعني اكتر المشاكل، المواقف الصعبه اللي قابلت حضرتك في القضيه دي، او النوع هذا النوع من القضيه. والله حضرتك هي حاجتين، هي مشاكل الحضانه هي اكبر مشكل. ان التصارعات الحضانه، ان الحضانه تتنقل من مين لمين، حضانه الطفل نفسه ان هو يعيش مع مين، ان هو يقيم مع مين. هي دي من اكبر المشاكل اللي بتواجه الواحد. يعني الحضانه ترتيبها الام، ثم ام الام، ثم ام الاب، ثم الاب. فبيبقى في تصارعات على ان مين الطفل يعيش مع مين. فدي بتعمل عملية تشتيت، إلى جانب الرؤية إن الأب حتى لو حضانة الطفل مع الأم من حقه إن هو يرفع دعوة رؤية يطلب فيها إن هو يشوف أطفاله. وده بيبقى غالبا في نادي شباب أو في مكان عام. وبتبقى عبارة عن ساعتين في الأسبوع، في نهاية كل أسبوع يوم الجمعة بتبقى ساعتين بالظبط اللي بيشوف فيهم أطفاله. فطبعا مجموعة من المشاعر والأحاسيس اللي بتلخبط الأطفال وبتنمي في نفسيتهم حاجات وحشة. صحيح. دي أكبر مصيبة وأكبر مشكل ممكن نواجهها في الفرقة ما بين الزوجين. لكن المشاكل الفلوس اللي هي القايمة، اللي هي الطلاق، استحصلت على طلاق، استحصلت على خلع،
حضرتك دول كبار بيقدروا ان هم يمارسوا حياتهم الطبيعيه، لكن كل المشكل اللي بنواجهه بيبقى بخصوص الاطفال وحضانه الاطفال وهيقيموا مع مين. طيب بالنسبه مثلا لو حضرتك حابب تقدم نصايح، نصايح للام ونصايح للاب، تمام اتفضل. والله حضرتك هو الجانبين لما بيخشوا المحكمه بيخسروا، تمام، بيخسروا ان الزوج بيقول دي اشتكيتني خلاص، دي دخلتني المحاكم، يعني حتى لو في مجال للصلح كده خلاص هو نفسه اتسدد، يعني اسمه اتذكر في محاكم وفوجئ ان مثلا على احكام ومحضرين رايحين له وجايين وبيطالبوه بفلوس وخلافه، ان اولاده وفجأ بان في دعاوى مرفوعه باسم اولاده وبيطالبوا بنفقه. فبنصح ان تبقى اخر حاجه نلجأ لها المحكمه حتى تحصيل النفقه برضو، يعني معلش انت يا زوجه اللي هترفعي قضيه على زوجك، الموضوع بيطول في المحاكم وبياخد وقت. ايوه هي طبعا القانون في صف المراه في النقطه دي قانون الاحوال الشخصيه على اساس ان هي الجانب الضعيف، وعلى اساس ان هي الجانب اللي غالبا الحضانه معاها، يعني الاطفال بيبقوا معاها، يعني القضيه بتاعتها كده كده في نفقه، يعني معلش اوريدي انا رافع قضيه نفقه على شخص ما، اكيد في نفقه هتتحكم، يعني قضيه كسبانه 1000000%، الفرق في القيمه بس هيتحكم عليه بكام. ايوه فهي القانون في صف المراه في النقطه دي، بس بيطول في تنفيذه وبيطول في مشاكله واللي عند بيدخل. فنتمنى ان يعني كل الصراعات دي تذوب، وان الموضوع يبقى في اصعب او اضيق الحدود الممكنه نلجأ للمحكمه او نلجأ للطلاق والخلع. نتمنى طبعا ان احنا ما نلجأش لحاجه زي ديت يا رب، وان احنا وباذن الله يعني نكون المشكلات الاسريه نحاول نقللها شويه، وطبعا هي دي بتكون نتيجه برضو سياده المستشار، بتكون نتيجه الضغوطات والعبء اللي بيكون على الام والاب هو حضرتك جميع النواحي، الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي ومصاريف قصة المصاريف وقصة الفلوس وقصة الغلاء العالم كله عايش فيه مش مصر بس، يعني قصة الأعباء هي دي، كورونا اللي جت وقفت بعض المشاغل بالظبط، طبعا النشاط الاقتصادي وقف بتاع العالم كله مش مصر بس، يعني فحضرتك الناس تستحمل بعضيها شوية، يعني في الفترات دي أو في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي. وبعدين ما تنسيش حضرتك احنا بنملي البلد، يعني ربنا يخليه معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراجل بيملي البلد من القاع، فطبعا كل ده محتاج ضغط على الشعب والشعب مش قادر، فكل ده طبعا بيولد صراعات او خلافات ما بين الزوج والزوجه، وبتنتهي بالقصه للاسف بالطلاق او الخلع. احنا كنا مبسوطين جدا ان احنا بحضرتك النهارده، ربنا يخليكي، ونتمنى فعلا تكونوا استفدتوا من سياده المستشار كريم عبد العزيز. ربنا يخليك، شكرا، نورت مفاتيح السعاده مشاهدينا، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده من بعض الحلول في سياده المستشار قدمها عن العلاج المشكلات الاسريه، والحلول اللي تناسب الأم أو الأب في حالة الطلاق خلعا أو الخلع. ويا رب تكونوا استفدتوا مننا النهاردة، ونشوفكم في حلقة الجاية يوم الثلاثاء القادم الساعة 2 ظهرا. مع السلامة.